مبروك. شكرا. لمين شرفونا كتير يا فندم؟ اسبوع سبعة ايام بلياليهم. اه فاتتني حكاية لياليهم دي يا حبيبتي. تبقى حوسه لو كانوا اجروا الاوضه بالنهار وجوها بالليل لحد تاني. فضل سيادتك القنصل اللي هناك وانا حصل سيادتك القنصل العفشي. لا انا افضل اكون مع العفشي. ده ما يصحش. طيب هم حتتين قدامك هم. ما تخافش يا بيه. وتخلي بالك منهم عشان فيهم الخوف بتاعتك كلها، وانت عارف الايام دي الظروف صعبه شويه. يا بيه اطمن. اسمع ما تهبطهمش على الارض علشان الشنط دي مش بتاعتك، مستلف من واحد صعب. يا بيه اطمن. راح عليهم. ايه ده يا استاذ؟ انت هتسيبنا نمشي لحد الاوضه؟ اه صحيح فاتتني. تاكسي تاكسي. ما تستعبطش لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ ما تكونش فاهمه انها اتجوزت طرزان. ساكت ليه؟ ما تيلا. بس بسال يا حبيبتي، يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي، المهم تشيلني وبس. قوي على كل قوي. انا لو اعرف من الاول ان العمليه تقيله كده كنت خلعت. الجمله دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقول يا حبيبتي اندم برضه على احلى حاجه حققها لي ربنا؟ حقيقي الكلام ده من قلبك يا حبيبك؟ انا خشيشي من جوه، انا خشيشي انا وقال يا حبيبتي. أخذت على سيادتك تفاصيل العفش كان متعطل شويه. هو احنا بنسرق مش متجوزين؟ بس احنا في الشارع، قصدي يعني في قدام الاوضه. خلاص نكمل جوه ولا تزعل. استنى، اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. وانا كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجة بقى. ايه؟ أنا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيلة دي. مالكش دعوة. الصبح هيكون في المحكمة. يا ابراهيم افندي
الحكايه دي عقباها وحش قوي. اطمن يا معلم، احنا اساتذه القانون وكلمتنا واحده. لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمه بكره باذن الله. يا معلم نتقابل في المحكمه بكره. بقول ايه لسعادتك؟ ايه؟ ما تقبل مسكره. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي اديك السيجاره اللي هي. مع السلامه يا معلم. الله يسلمك. السلام عليكم. والعمل يا ابراهيم يا فندم. والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللقنه. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مره، ست مرات. كل العمال بتوع اللقنه قالوا لي ان العروسه منبهه عليهم عدم الازعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. الو اللقنة، من فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. الابوري، الابوري يا ست. عارف عارف انه يا ست انا وكيل اعمال ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره، خطيره جدا. احنا متسوحين يا هانم. الله، لا 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 مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه، تعبان، حاولي تاني. الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ واخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش، ما تعيطش ابدا. حبيبتي بس اقول الوم لنفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوق. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ اه ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوه بس أنا وقعت زبون سخن وبرشلته في مقدم الأتعاب. بكرة يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري حكوا في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على إبراهيم يا فندم، جدع بشكل أحسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ واحنا حبيبتي متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل. أرسلت بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده. عشان نازل؟ ده معقول برضه يا حبيبتي، اصل انا مستعجل ليه؟ لازم اقابل ابراهيم قبل الجلسه ما تتهني، ولا يعني اخش اطرح في قضيه ما اعرفش فيها حاجه. حد وحشني يا حبيبي. حبيبتي ما تقولهاش بحنيه قوي لحسن ارجع في الكلام واقعد تاني. ها؟ من انتهى نروح بشربة ميه. طب ما تتاخرش عليا. لا وده معقول؟ اتاخر عليك ازاي؟ انا حكمت في القضيه بكلمتين وجاي على هنا على طول. هدفع حساب اللوكاندا ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بقيه عمرنا في عسل. ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين، هاتهم وحصلي. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة احنا مش هنسكن عند والدتك. نعم. اوعي
تكوني عامله حسابك ان احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمره 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا؟ علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه ورجل. حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت في كلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلوه والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا شقه محترمه مفروشه. انت قلت مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود انت عارفه مفروشه يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا افوري انا قد الشقق المفروشه. اهدى بس وصلى على النبي. انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قولي بالصلاة على النبي انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش. يعني 190 جنيه 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت قدرت تعمل واحد في مستشفى المجانين؟ ابدا ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه ب 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأثر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكه. انا حصل مني حاجه يوم الشبكه يا حبيبي؟ ايوه مش قاعد تقولي شبكه ايه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجه رمزيه نجيبها ولما جينا للجدر واحنا للسايخ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ نوال يا حبيبي انا عمري كله فداك بس انت عارفه تجيله غطاء. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تيجي لك قضايا كتير وتغتني ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كتر يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضية اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود القضية مش هتكفي الفطار؟ فطار مين؟ القضية هتروح. انت بتعملي ايه؟ جاية اودعك. انت بتدعيلي بالهدوم دي ما يصحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسة ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقة دي بقى. ايه في ايه؟ ما تشلتي حاجه. حاجه ايه ده كلام ما تصحش كده. ايه تطلعي فوق؟ طب اقول ايه؟ بعدين يلا يلا يا اسطى. يلا يا سعاد بالبيت يا سيدي بتبص على ايه انت وهو؟ يلا يا سيدي. ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي. انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا بتقولها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا. الراجل زمانه شرقوه في المحكمة. تخلص القضية يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق ويا كذا ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص. يلا يا عم يلا يا سيدي. عبد الشافي الفيوم ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي. لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. أعوذ بالله. أول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم جاي باذن الله جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانته يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك الله دي لعبتي انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه القضيه هتبتدي. تبتدي مين يا معلم؟ انت ما انتش جالب المحامي بتاعك ولا ايه؟
انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تفيده وانا مش موجود. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده بيك. ما فيش حكم يطلع من محكمه مش على مزاجي. الله، ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني وكني قضية يبقى تنام وتحط فضلك وتطيح وصيفك. فهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده البيت. ايه والبي زعل ولا ايه؟ زعل خد على خاطره منك شويه، ما انت لكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البي احمد ايه؟ فلته من فلتات الطبيعه. ايه؟ لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاء، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، وطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. ابراهيم القضيه عن ايه؟ الدفاع يا ابراهيم. القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، السيد المتهم، السادة الحاضرين، السيد إبراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي. الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهارده. أيوه يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة. ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فينا يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله حاضر يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني. ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك. ده انا بوسع على سبع دار يا اخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاسباب. والله يستحسن برضه يا فندم.
السلالم دي كلها. يا خرابي ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد اتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مساعد عليكم يا ستانم. أكيد تعبان مش كده؟ إيه؟ هي فعلاً السلالم بتاعتنا عالية شوية. هي عالية يا بعد. يا ستانم. معلش. اتفضل اقعد استريح. أقعد. أقعد فين؟ أيوة صحيح إحنا ما عندناش كراسي. أصلنا مأجرين الشقة مفروشة من أول النهاردة. إيه؟ مفروشة؟ وهو فين اللي فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شوية حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوباية مية تستبل رئك بيها؟ ربنا يسترك. ربنا يستر عرضك. هاتيلي شفشق. حاضر. شفشق. بس يا خسارة مفيش كوبايات. لكن اسمع ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفية على طول. حضرتك الأول متأكدة إن في حنفية وفيها مية؟ لا 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 اطمن مش للدرجه دي. الحنفيه قدامك اهي ولسه ماليه منها الفاز. مش معقوله. احط بقى التليفون ده في انا حته تاني. وبتزعق كده ليه؟ معلش غصب عننا بس اتعودنا على كده من كتر التليفونات البايظه. اقول لك خليها هنا احسن عشان ناوي اشتري حته موبيلا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك احسن خليها هنا. هنا اهو. هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن بس طول السلك عشان يوصل الشقه كلها. الاستاذ احمد نافع الانبور المحامي. مين بينده على الاستاذ احمد المحامي؟ طلعه فوق. فوق فين؟ اخر دور. حاضر. كويس انك جيت راكب توصيله التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما انت عايز لان بعد كده هنركب ورق الحيطان. ولا مؤاخذه حضرتك والبيه منقولين من بلد تانيه؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضو تاخدوا شقة مفروشة دي أكيد غالية. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية هكون أنا بقيت عانس وهو طلع على المعاش يبقى بلاش نتجوز بقى. من مهدك يا رب. ميرسي أوي. يا سلام على رقتك يا ماما. إيه؟ مش فاهمة. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. آه.
برضو مش فاهمة. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة أوي. إيه متشكرين. العطس ورد تاني ما تبعتولناش. لا 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 انا مش عايز فلوس. انا مش عايز فلوس بس انا سايق عليك النار. لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. واخد صحتي على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحب البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ تصدق الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعكم ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالى بالشقه. الله انت جيت يا حبيبي. اوعى تقول انك تعبت من السلم. ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. عندي حاجة عليها القيمة هتكون نسيها من بعدية؟ برضو لا. أمال عايزة تخلصها عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ أنت فاهم يعني إن ما عنديش محامي يترافع عني؟ حبيبتي، المحامي اللي أنت قصدك عليه ده بعد أسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا لازم منه. ما تكبرهاش بس أمال. ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر. امك قالت؟ لا امك انت اللي قالت. ويبصوا يلاقي نفسهم عند المأذون. اكيد اللي كتب الكلام ده ما سكنش فوق السطوح. اكيد يعني. اول مره يرن في بيتنا يا حبيبي. الو؟ ايوه يا حاج. كده؟ طب معلش ولا يهمك. مع السلامه.
ايه في ايه؟ لا ابدا يا حبيبي، مفيش حاجه مهمه. ده صاحب البيت بيبارك لنا وبيتاكد انه مش هيقدر يبعت اوضه النوم النهارده. امال هننام على الارض؟ وايه يعني؟ منها نشأنا واليها نعود، وبعدين دي هتبقى ذكريات هنفتكرها في المستقبل ونضحك عليها. مش هنلحق نفتكر، لاننا هنكون انتقلنا للرفيق الاعلى بسبب الروماتيزم اللي موجود في الشقه. روماتيزم ايه كفر له الشر يا حبيبي؟ يعني ما انت شايف الازاز المكسور؟ ده غير الهوا اللي هيلعب من تحت الباب. ده الجو جميل قوي يا حبيبي الليله. جميل ايه ده، احنا في يناير يا ست هاني. ما تخافش، انا سمعت النشره الجويه بنفسي في الراديو، وبيقولوا ان الجو النهارده دافئ ممتع خالي من الرياح. وبتصدقي كلامهم برضه؟ من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. وانت لما هتتنرفز انت كمان هكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي تعالي استريح. اتفضلي. اه يا ماما هنا. اتفضلي. اه اتفضلي. اه ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكدوزه لماما. من تحت؟ ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. ايه بتقولك مش عايزه؟ ودي تيجي برضه. يلا يا حماده. اذا كان صاحبه الشقه نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده. اكيد تعبتي مش كده؟ ايه ده يا بنتي؟ مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. أمال أمال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت أوضة النوم بكرة وإحنا هنكمل الباقي. آه بكرة؟ ودي شقة دي تديك فيها 60 جنيه؟ أوعي تقول الكلام ده لأحمد الحسن ده على الآخر. طبعا أنا فهمته إنها ب 25 جنيه بس، وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها؟ وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ على اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله، رايحه فين؟ يا اختي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه، قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده فيني. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك، خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ اكيد فوايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت.
ما تضيعش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبة ابتدت تخرج من فصلي. طب اسمع، انا عندي فكرة جنان. الحقيقة يا حبيبتي افكاري كلها جنان زي الحال. ايه رأيك؟ نقوم نخرج نتفسح. نتفسح؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمة، ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ ظهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوفي ايه؟ يا حبيبتي أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من أخلاقي. قوم بلاش كسل. الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. صاحب الشقه دي ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهارده وما تقربش لحسن حضره في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع وما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العماره مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتاخرت في دفع الايجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياه. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت، من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما متشكر. يا ما بقتش ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم؟ حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور ما أجر لنا الشقة دي ب60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. أحمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. أحمد مين؟ أحمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم. اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي عزومتي. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلبي.
معاهم الحق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك مش مهم. اصيله يا نوال هانم اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان. دمنهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في الصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا يشاف ولا من دير. ايوه يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متقدر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها، النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا متهم الوائب أبابكم، إن هذا متهم الوائب أبابكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ لا مؤاخذة يا فندم، أصل يعني إمبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد ولابس الوزن. أصل ساعات البيت يعني الإزاز مكسور يا فندم. الإزاز يا فندم، الإزاز مكسور والأوضة أصلها من هواء. هو دخل دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام أنت مجهولي. يا أستاذ ركز في القضية اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الأول. نادي على الشاهد الأول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم أقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة. مبروك يا حبيبتي، العمارة نورت بوجودك فيها. أنا عنياه، جارتي في الشقة اللي تحتاجي على طول. أهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، أنا أول ما سمعت إن الشقة سكنت وإن السكان علي الجداد طرت طرت من الفرحة. ميرسي يا ست عنياه، باين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا أختي يكون في عدل. أنا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكي ما أنا أحب الناس قوي وعمري ما أحب التكليف، مفيش في الدنيا أحسن من إن الناس تحب بعضها. يخرب بيت وصاحب العمار، عرف إزاي يخلق الشقة دي من الحتة الصغيرة دي؟ أزمة سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عنك. الواد ده وده يعدلنا كلنا من العمارة ويقبرها مفروشة. وفرش ايه؟ زي ما انت شايفة كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عاملة حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حس، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاتة؟ من يد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه
حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جالي الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو الباب بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركة استثمار كبيرة قوي. حكم بيتكلم بالسبعة تولسون. هايل. بقالنا 12 سنة متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. أكيد راجل عظيم، لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقليش بالكلام ده، هي صحيح أمثال شعبية لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقولي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمة في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الإدارة الداخلية والعلاقات العامة. حلوة قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجاله لما القرش يجري في ايدهم ينقلبوا ويفتروا. ايوه على راي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذه قوي. انا هكون مع الطلاقي عن حاجه. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغابة. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رايي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس ده كتير قوي يا معلم. المعلم على ابويا عيش كان بيسلط مراته على مرات اخويا. قول لي بقى ده ما تتعبش؟ لا يا معلم، كان اتدابوا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله. مليار سيد، انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم. الجلسة معاك؟ سعد بيه القاضي أجل الجلسة لغيرك، يظهر خد بالك وراك. طب ابعد عني، أحسن تعديني. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني إن ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست هنياه؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعادة الزوجية. هو انت لسه سمعتي حاجة؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. عينيا صحيح من جارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شوية. ادخل استريح. تعالي. تعالي هنا، ما تلبسيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست الجنينه لازم تداري على عواطفها شويه، احسن يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واعيين. معقول بره؟ طب قرش انا بقى احسن من تعبير. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. حقد الصاحب على الجيران وجيران الجيران. استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعت تجيب النهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزة عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيلة في كلامي قدام الراجل؟ نهاية من هنا لغاية بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مدة ما عطستش. والله انا حر بقى، اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي، انا فاهمة لعيب الرجالة كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ في ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن حموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ.
ايه؟ ما لحقتش اطبخه. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناية جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى، وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين، لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح في خدمة الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 ساعات مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يقوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتقعد تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اخت يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب الراجل غريبه خطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول ايه اللي مدلل ده؟ دي ولاعه يا حبيبي. ربنا ده ليه كده؟ زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الأجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ أكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك، إن أنا من فضلك. طيب. يا ماما تعالي. على مهلك. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، ما في كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور تمشي من على السور زي بتوع السر، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لكي ولنا النجاه نروح كلنا نطين فوق. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل احنا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما يصحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا مالك يا اولاد؟ اتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحلة وبعدين هتعرفي كل حاجة. سترك، سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ مش بتقولوا هنخرج؟ أيوة ما احنا هنخرج بس مش هنخرج من هنا. أمال من إيه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا أنا مش فاهمة حاجة أبدا. يلا يلا بس يا ماما. هتعملوا إيه بس؟ فهموني اعملوا معروف. اوقفي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق تحت فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول انا مش حاضر.
مش هتطلع ده ابدا. من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايسنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. فوزية هانم ماما. مش ممكن، صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. اه يا منافق يا ابن ال. تفضل. القصر نور والله. انهي لو سمحت. القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك فيه فلسفه كلها قناعه ورضا مش موجوده عند ناس كتير. احنا مش عايزين تلقيح لو سمحت. ايه الطنوحه دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحة دي يا فندم اسمها انهم يأكلون البنجر على السلالم. اصلا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هانم، احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف قوي يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخالد معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا ابدا بخش النار يعني. ده رسم حديثي حديد، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليكي؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 30 سنه؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس أهم حاجة عندي إن أنام بالليل مرتاح، وأي مشكلة تقابلني بريك أرميها ورا قفاي. ورا قفاي. ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفه يا هانم بطل اللوحه ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحه هو الأعمى. ده احنا ليلتنا فلالي. هنطلع
الزوج راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيب حاجه ساعه هات، مش عايز يا عم متشكلين. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفي ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجه. الله ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. انا لا 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 يكفي كده اهو. ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، ما بعدين بتبقى. اتفضلي يا هاني. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه الليله دي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه. يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي النار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا لا في سلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام بيت ربي حضرتك. هي ميرسي مدام. اتفضل. حضرتك معروف قوي هنا. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنه. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هان. ميرسي، بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقته. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيلة كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شوية هتقعد تولع لي سجارة وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحة بقى دي حركة مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزارة الصحة قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزارة تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجارة ولا شدش. تشد ما تشدش دي صحتك وانت حر فيها، انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فيها. كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمح لي اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا.
لا 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 هيتاكل كده على طول كراحة. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اقبلي بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا أنا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقولة، أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام، أحسن أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هاني وحياتك من أيام المرحومة مراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معاك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزك كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة. في حما جوزي. الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل. الراجل جنن البيت وامها. يا اخوانا يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون. اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط يا سيد يا محترم. دي حديقه عامه، والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. اسمع انت كمان يا حماس يا عمت على عماهم. انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاع اللي انت نفسها. ايه لا ولاها اللي انت نفسها دي؟ وما تقوليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسي ولا عاد. وبعدين معاكوا يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا مخلاها فاتت وعمري ما هنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا مخلاها. يا عم يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح انا كمان. الدنيا بردت. تاكسي هناك اهو. يلا بينا تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي وانا ايه اللي دخل لي نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شويه سلالم. امال عبد السلام افندي ما بينهكش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي. ايام ما كان الرطل يبقى شساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب 6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اسكن في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. كل واحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. ايه ده؟ ده؟ ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص، هاتهم كلهم. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه. برضه ساكنة هنا. غريبة؟ ما شفتيش قبل كده. أصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم، واخدين الشقة اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضية. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم، ولا عشان ما بتحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقولة؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ الله، ده انتي. مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا ما اعرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مرة قالوا ما عندناش أنابيب، ولطفي جوزي عامل عزومة لناس أصحابه، قلت أجي أطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. أهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. عندي من النار يا ستي. طب انزلي جري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي؟ الاقي عند حضرتك معلقه سمنه؟ جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ست. طب انزلي جري هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ست. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. مفيش، ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبتي يا بنت اللحمه؟ يا دي الحوزه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه، والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه.
لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. لا معلش، جت سليمة مغلبني والناس. هو حضرتك عايز شقة المكان؟ أنا مش عايز شقة، أنا ساكن في الدور الأخراني. المفتوح؟ بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا. تبي تاخدي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عليهم تشكيل. إيه يا واد أنت وهو؟ سيب الموز يا بابا، سيب الموز. سيب الموز. انت بتاكل الموز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين. طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. ايه يا واد موزه؟ ايه ده؟ موزه. ده وجع بطنكم. يلا. يعني مش هيكفوا نفسهم فيه. بتجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. احرقت، ما بقتش عارفه اقول ايه. انت بتعمل حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي رقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوه بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ ولا العمليه تبقى سفلاقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين؟ ها؟
دخلنا عليها ازاي؟ علم هيبه ما عندهاش دم. واحد من دول لما يقع في قضيه يفضل يخصص افعال المحامي اللي بتاع حلال لحد ما ينشف فيه ويجي هنا يعمل ابو علي. لكن ان شاء الله هنشوف الفلوس دي في مرجو امنه ما هيلاقوا حد يترافع عنها مهما دفع. المهم ان ديدي بتروح اخر الليل ومليانه فلوس. هي كمان هتشوي في مرجو امنه زي الكباب اللي اكلوه لنا عبد السلام وهيسقسقوها في سوزوكي في شرفونا. تضحك على ايه؟ اصل يا حبيبي تخيلتها في جهنم وهما بيقدموها في السيخ والنار طالعه منها. كانت وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ ايوه. هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص، بس ما تزعجيش كده. جوزك لسه داخله على قد ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على الخالق وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد، نسخت اوراق القضيه كلها ساعات. ايوه اوراق جديده. احمد بيه، ساعات بيه. ايوه ده انت رحت بعيد ده. ساعات بيه الصراحه في قضيه جديده شغلاك ساعات بيه. قضيه انا ومراتي يا ابراهيم افندي. انت ومراتي ساعتك؟ ده انتوا لسه بتعصيهم في الدنيا. الست مش عايزه تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه؟ الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفروشه يا سعاده البيت؟ دي شارع يا فندم، مش شقه.
صار تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي قاعد في الشقه ده تحت الليل؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا ما انا ركبته حتى اسعد البيت. ولا دور السادس الشقه 19. مالي غير اخرى الشقه 19. هز يا وز. كده دولارات كده استرليني. بقى صاحبتنا قوي بقى، شوف المصيبة. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس، مخلفين دسة عيال، وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بنصيكم تاني. يا ساتر، إيه الكلام ده يا سعادتك؟ أنا يا سيد مراتي ضرب الصحوبية مع نص سكان العمارة في أول يوم، وكملت على العمارة كلها أسبوع. يا سعادة بيه يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاوية الاختلاط ود 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 ليه بصدع بقى ده يا فندم؟ الناس الأيام دي كلها بلاوي، كله بيغير من بعض وبيحكوا على بعض. السلام عليكم. مع السلامة يا سعادة بيه. هنروح بعيد ليه؟ 90% من القضايا اللي في المحاكم أساسها المعارك والكلام والصحوبية. عندك حق يا سعادة بيه. بشرفي، بشرفي أخوك النهاردة لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجة. فعلا فعلا يا سعادة بيه. يا خرابي. يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك بيتباع. النمريه الجديده. نوال نوال. بس دي مامتهم مأمنة عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من سكات. أدي عادي. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. انت في حد مسلطك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. في عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ انا عارف، اسالي بنتك، هي اللي مسؤوله عن العلاقات العامه والاداره الداخليه. انت جبت البتاعه دي منين؟ مش دي بتاعت ال أنا الآخر بقول الدنيا منورة كده ليه؟ ميرسي يا أستاذ عبد السلام ده بوجودك. والله يا فوزية هانم طلعتي شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي فط نط اطلع فوق أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فط نط اطلعي فوق أتاريك هنا وأنا مش عارفة. الله أكبر الله أكبر. فوزية هانم إحنا أكيد فينا شيء كده. طيب أستأذن أنا بقى. ليه؟ ليه؟ مو بس معلش عشان عندي مشاوير كتير ألحق أعملها. فوزية هانم. نعم. إخواتي وولاد إخواتي وولاد ولاد إخواتي والعيلة كلها جاية من البلد بعد كام يوم، فإذا سمحتي لي أبقى أعرفهم بسيادتك. أوي أوي يا أستاذ عبد السلام، ده شرف لي. تصوري حضرتك إن أنا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا. ده شهر عليك. مش عارفة أنام.
ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. اتفضلي يا بنتي. اتفضل. الحقيقه انا كنت في حاله. انا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمة واحدة، ده راجل ورعوبان، أنا مش مستريح. ليه بس يا حمادة؟ حمادة إيه ونيلة إيه؟ ما أنتش شايفة الست وقتلك بقت عاملة إزاي؟ خلى تصرفاتها بقت إزاي؟ بتلبس ولاعة في دراعها دلوقتي. أرجوك ما تعيبش في ماما. كفاية إنها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها، واستحملت عشان تربيني. وأظن دلوقتي من حقها إنها تعيش وتتجوز، بدل ما يعاش لوحدها من يوم ما سبتها. لا أنا ما قلتش لأ، بس تتجوز راجل محترم. وهو الأستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز عبد السلام افندي بتاعكم ده. راجل كل حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقولك ايه، روحوا ايه لوالدتك، احمد بيقولك بكره تندم يا جميل. بعدين يا استاذ، كل الشهود بيشهدوا على اخويا وانا مش مستريح للقضيه. يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك على حق في اللي عمله مع دراجه. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وصيه. ربنا يديك الصحه وفصحت لساني يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها، يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. اقول ايه يا سعاده البيت؟ انا بقالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم، انت مش شايفني انا بقول للراجل يحمل لنا مؤخر الاتعاب بكره؟ ايوه سعاده البيت سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر لقدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، لا كنت لازم تعملي عدل. انا رميتك عدل. بس انت ده عدل ده. شوف الموضوع ده ايه وعلقه يا واد. انا مستنيك في وقت المحكمه. اعتبر وتعلق يا سعاده البيت. اديني الحال يا رب العيال. يا ناس مش كده خالص، كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ طب يكون بعلمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش كده يا استاذ. اسكت بقول لك. اسكت كده. انت دلوقتي في حمايه القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. الله يخليك ويطول عمرك. انت لسه سمعت حاجه؟ اتفضلي، ده انا هجرجرهولك على المحاكم. يلا يا اخويا طول بالك. وليه عينك كمان؟ طيب يا فندم، خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سمعه، قضيه نفقه او طلاق مع بعض. والست هتيجي المكتب بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ دي تيجي يا استاذ مركزي. اصل انت عارف الحاله ناشفه قوي قوي من دول. يا سلام يا سعاده بيه، على فكره سعاده بيه، ما فيهاش كسوف ولا حاجه. احمد بيه انه معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وانا جنيه. ماشي يا ابراهيم. بقول يا خير، خليك انت نص وانا جنون نص عشان بعول الاطفال الابرياء. طيب بس يبقى خليك فاكر يا ابراهيم افندي. ايه في ايه؟ في مفاجأة حلوة. امي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك ايه يعني؟ بهزر يا اخي. بص وقول لي رأيك ايه؟ صح البيت هو اللي ركب الورق ده؟ لا يا حبيبي، أنا اشتريت امبارح وركبته النهارده. شفت بقى مراتك شاطرة ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش أنت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي أنا سايبها للأكل والشرب، مش للورق. أنت كده، كل يوم لازم تعاكن عليا. أنت اللي مش حاسة بيا خالص. بكرة تفرج ولا يهمك، وبعدين أنت لازم تكون متفائل، المستقبل كله شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس اللي اتنين جنيه الوكيل بتاعك تقول لي مستقبل المحامين. ايه ده يا حبيبي؟ بدأ خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟
بجد ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه يلا؟ ظفر اول مره احس ان انا متجوز. الله ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اسره محترمه بقى. شايف؟ مش كده؟ اشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا استاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله، اخضر يانا اخضر يانا. لا مؤاخذه يا جماعه، والله ما انت قايم يا استاذ. اتفضل معانا الغدا. سبقتوكوا. اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل، ايه اللي مطلعك بالنهار؟ رسمت يا سيدي لوحه من اكبر لوحاتي ورايح ابيعها. اسمها ايه دي؟ عندما تاتي الخيول من المزرعه ظهرا في بقونه. دي اسمها كده؟ ايوه. شفتي؟ عندما تاتي الخيول فين 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 بقونه بقى؟ استاذ احمد ايوه لو لاحظت الحته دي بقونه. ايوه. ودي ظهرا والخيول هنا بقى. يعني انت دلوقتي هتدفع الايجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح؟ لا والله ما افتكرش المره دي، اصل في التزامات مهمه اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت بالظبط كده. سلام عليكم. كده ده احنا راجل وده عمره اتحرك برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزله بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حمايه؟ جايز جدا لو الامور مشيت زي ما انا عايزه. عينيا شويه مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على فازه كسرها. في فازه جديده جوه في اوضه النوم. جديده؟ جديده. وانت خليت فيها عقل يا نوال؟ مش لاقي على الواد. مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ انا ساكن معاك في نفس البيت في الدور الثاني. اهلا وسهلا. وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، محتاج اشوف ايه الحكايه. لا مفيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه كده ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي اصل الست بتاعتك وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف. تفتكر الواحده تقول ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو عارفك هو سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لمؤاخذه؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه ان الراجل لازم من اول يوم جواز يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهره شهره ولا راي يعلو على راي. الله اكبر الله اكبر. لازم تقف على وده على طول على طول. تضرب احترم نفسك. تضرب احترم نفسك. مفيش يا مرحمين. هو كده على وده مظبوط. يا سلام. اسمع على خير. يا سلام. السلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك؟ سليمان السبع. يا سلام. سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع. ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. أيوة. من ابور. أيوة. انما من دلوقتي تقدر تقول عليا ابوري الاسد.
ابوري فين؟ الله اكبر. ابوري جامد قوي. يا سلام. الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت معزم واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين نصران في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حبة صور. ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على ال عارف ايه مخلص وهد الصهان والحته الاتوبيس. ايه؟ اسمع، مش عايز اسمع صوتك ابدا. حاضر. اتغدى ونام هنا. والصباح رباح. حاضر. ولا اقول لك؟ ايه؟ نام بره ادبا ليك. رجاله ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ ان ما كنت خليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان تكون عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اساعدك. ما هو علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس ده، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب. طب خدي ورقة يا مساحة بيها دموعك. لا تعبر. مساحة دموعك؟ ايه. تعالي نلتقي في قبلة شنيعة. قبلة شنيعة. اتفضل البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا سعد صلاح. اقدم لكم العيلة وعيلة العيلة. سلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حلاوه. سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايه حلاوه يا رجاله. ايه دي؟ اوبا. انت يا جدع يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. لا مؤاخذه هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني نجيب سموك ولا ايه؟ دي حاجه تضايق الحريه. عاجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ند للناس وش اكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكك، احسن انسى كنا بنقول ايه. ده مؤاخذه، نسيت اسال عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد منين مفتاح للشقه. مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل. قول تقول له. هو انا عامل دور خلاص. ايه يا والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموض. والله المستعجل هو اللي يجري يجيب بقى وانا احنا حذرين عنوكوا. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم هو اللي يجري. ايه يا احنا وريني. ودي قاعد على الله حد يجي بقى.
ساعتين ايه؟ المتهم خد عدالة. يا نهار اسود. اصل ايه يعمل ايه؟ ما لقاش حد يدافع عنه ساعة البيت. على كده يعني مش هنقبض مؤخر الاتعاب. لا يا ساعة البيت كامل شكايات مؤخر الاتعاب. احنا المتهم عايزين كمان. عايزين الشامو من دمك، الشامو من دمك. انت جيت؟ نهارك اسود ومنجد ب60 نيلة. امسك اعصابك يا معلم. ولا نايم الا وجه الله كلنا هنموت. اتفاهم بهدوء. ابقى اتفاهم بقى في القصر العيني لما شرعك. ابراهيم. يا سعاده بيه، انا بس هروح لغايه البيت اديهم خبر اللي انا في القصر العيني. ما تبقاش عايل يا ابراهيم. كده هتضيع نفسك في شربة مية. تصرفك ده فيه تأبيرك. وماله؟ اقلع عضكم عيتين ثلاثة معاك ويا قبل ما يشتقوه. مرة تحرص ويأكلوا ومرة ما تجيش ويحكموا فيها. انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ انا هعمل له نقض على حساب يا معلم. مش هتلحق وشرفك. هقوم له محامي شاطر جدا على حسابي. سيبك مني انا مقلب. انت حسابك في الدنيا انتهى. تحب تتشاهد ولا تموت فيك؟ على فين يا عروستنا يا حلوة؟ هروح لماما يا أستاذ عبد السلام. ومش عيب برضو تسيب البيت علشان شوية زعل فاضيين؟ وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرأ افكارك، ومن شنطة هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائلة، ورحت النهاردة الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفه ان ظروف الحياه مش سهله، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقه وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينه اما تعرف ان بنتها الوحيده مش سعيده في حياتها؟ خصوصا وانت عارفه ان ماما ست رقيقه قد ايه، وانسانه قد ايه، وظريفه قد ايه. عندك حق، كفايه انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنه بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوة دي، وتأكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العب. يلا مع السلامة. بقول ايه؟ هي ماما مش جاية عندكم قريب؟ هي ايه الحكاية؟ خبطتي جامد. انتي نايمه؟ انا بقالي ربع ساعه عماله اخبط، محدش جوه. يبقى اكيد محدش جوه. يعني حد على مشوار بتاني. في حاجه اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدله يا ستي، دي عايزه اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما تنزل. حضرتك فاتنا هنا؟ في اخر دور، وصاحبتها كمان. هاتي. يبقى كتر الف خير. مع سلام. قلبك اسود وقاسي. ايه ده يا حبيبي؟ مش معقول. لا خناقه بسيطه.
مع مين؟ قولي وانا اعدمهم العافية. شوية رجالة مفتريين كانوا بيتخانقوا مع استاذ زميل، خسروا القضية بتاعتهم. انا تعبتني انت بسرعة. رحت قايم قافل الباب بتاع اوضة المحاميين وهكذا عدمتهم العافية. برافو عليك يا حبيبي، طول عمرك شاهد. طب يلا تعالى خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى كل لحمه امبارح. ما تخافش يا حماتي، اطمن. يا نهار اسود حماتي، انت بتدلعيني كمان. ثانيه واحده هجيب لك الاكل. لا اكل انا بايديا. انت متعور. ايوه بس التعويره في دماغي مش في ايدي. معلش برضو لازم اكلك بايديا. احمد انت مش وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت؟ انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات تاكسيات وفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ رقاصة فيها ايه؟ جدي وعجبني تمرني في اسبوع. الحقيني يا ام احمد، انت حد مسلطك عليا؟ رقاصة اقول لهم ايه؟ انا متجوز رقاصة. البتاع فين اللي بيكسروها؟ رقاصة انا متجوز. خير يا بنت؟ يا عم سيد صباح الخير. فين استاذ احمد؟ وقت محاميه من الساعه 7. يا ساتر، استاذ احمد ده بيكلمني، تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا صاحبي؟ ايه يعني ايه؟ قضيه النفق مش النهارده؟ ايوه صاحبي بس لسه الساعه 7 ونص. يعني عايز انا متاخر عشان يحصل لما حصل المره اللي فاتت؟ معك حق صاحبي، المطلقه دي خفيفه بنت ما تعرفش يا ام الحميد. قول لي يا ابني، ايوه صاحبي، تقبل مراتك تشتغل رقاصه؟ هو انا لو قبلت حد يرضى يشغلها يا سعاده البيت؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض انها لسه شابه وصغيره تقبل؟ على جثتي يا بيه. انما قول لي حضرتك بتسال ليه؟ لا اصل واحد صاحبي مراته عايزه تشتغل رقاصه. اسمح لي، ده راجل هزم وعجيب الرجوله كمان. ما تلم الثلج يا قاعد، تلم صاحبي ليه؟ ما تلم صاحبي. يا سعادتي في ما في صوت محترم يجيب على نفسه كده هلا. يعني هو كاري نيل وافر. يا سعادتي في مجرد انها تدخل في موضوع زي ده يبقى زوم تافه وكان لازم يسيح دفعها ويجي لحضرتك عشان تترفع عنه. اتفضل يا جدعان. يا لو واحد متجوز من مده قريبه وحب يطلق مراته مش تبقى فضيحه قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعاده البي على سبب الطلاق. انما قول لي سعادتك بتسال ليه؟ لا اصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرضه يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرى لهم ايه يا سعاده البيه؟ دول لا مؤاخذه عر قوي. انت ما بتحبش كده ليه؟ انا عايز اعرف انت مالك انت؟ مالك انت ولا اصحابك؟ ايوه سعاده البيه بس يا ابني انا والله. حاضر يا سعاده. قول لي يا ابراهيم. ولسه ما جاش.
ايه يا هانم؟ انا مش مصدق عينيا. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد ايه. ميرسي يا استاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعه؟ في ايه؟ نوال يا سيدي زعلانه مع احمد. برضه قلت لماما انا مش اترجيتك انك ما تجيبلهاش سيره وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. اصل الحكايه اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لبوسها انها تشتغل رقصه؟ ايه؟ رقصه؟ رقصه من ال ايوه تصور. انا كنت عايزه اساعده في مصروف البيت. ثم جارتنا دي ما هي رقاصه. مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربيه. وليه كل ما اكلمه كلمه والثانيه يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبه الراي والنهي في بيتها؟ اه انا دلوقتي فهمت بقى. فهمت ايه؟ يا نوال يا بنتي انا اكبر منك سنا واعرف الدنيا اكتر منك. واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. اما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فانا بقول لك انها ما تقدرش تكح قدام جوزها. واذا ما كنتيش مصدقه انا مستعد اوريكي ده بنفسك. وشقه 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش ان انا ساكن في البيت من سنين واعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسأل عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق انه يلاقي سكن يسكن فيه، انما ده ما يمنعش ان الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد يأثر عليه. ياما في ناس غاوية تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليها. وانا كنت هعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتصرف في علاقته مع الناس خصوصا مع جيران. على العموم يا جماعة الحمد لله ان الحاجات دي حصلت في الاول علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعادة وهناء. ويا ريت حضرتك تروحي دلوقتي علشان لما احمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها. وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لأصل. عندك حق يا استاذ عبد السلام. احمد مش لازم يعرف ابدا ان انا عرفت. خليه يحس انك انت اللي مقتنعة برأيه. اتفضلي اتفضلي ابصلك يا اعظم سيده على ظهر هذا الكوكب. مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ عبد السلام. اتعب نفسي واسيبك تروحي بالليل لوحدك؟ بس يعني ما فيهاش حاجه يا ماما. ما فيهاش حاجه يا ماما. يا هانم انا مستعد اقضي بقيه عمري في خدمتك. الكلام ده كتير قوي يا استاذ عبد السلام. ولا كتير ولا حاجه. نوال هانم هو اسبوع العسل قضيته في اني اوتيل؟ في مينا هاوس. وكان كويس؟ هايل. طيب على العموم اذا ما ظهرناش انا ووالدتك لحد بكره هتلاقونا هناك. ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ ده اقل ما يجب. انت الاسانسير ده بقى يتصلح مش معقول. اي رجلي. سلامتك ألف سلامة إن شاء الله. أنا رجلي يا أستاذ عبد السلام. أنا هتصرف حالا. وريني كده. لما يذكر يحس انه جدع ويقعد يقول انا جدع لغايه الصبح. انا شارب ازازه بحالها.
حاسس ان انا مش جدع. الو؟ ايوه انا. مش معقول. طيب طيب. ماما فين؟ الشغالة ضربتني وقالت لي انها ما رجعتش البيت لغاية دلوقتي. ما تخافيش، ماما عندي. في شقتك؟ اه. معناه ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ واحنا خارجين من باب البيت رجلها التانت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي، حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لما ماما وقعت حاولت اشيلها من ايدي، تصوري ما قدرتش، خطوه والتانيه ولقيت نفسي راح. قص عليك يا زمن. ايه اخبار احمد؟ طمنيني، مش كله تمام؟ ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبه. اجي معاك، عايز اشوف ماما. لا خليك انت هنا، يمكن احمد يجي، وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجوده، وانا هبقى اطمنك عليها. انا عاوز اعرف ده ايه اللي جابه هنا.
بدل ما تاخدي مراتي ترقصيها. ترقصينا انا اعرف اهز كويس قوي. مش دي العده بتاعتكم؟ اهو. فين النقطه؟ طب اتفضل اطلع للمكتب فوق وانا هطلع نقط. اه بس اتنقطتني نقطه نقطه. ازاي يا حنفيه؟ مع أولاد من هنا ورايح يا تشتركوا غسالة يا تعودوا بهدومك وسخة، مش تنضف على حساب العالم الغلابة. الله انت مجنونة يا جدعتة ولا ايه؟ انت اللي مجنونة وستي المجنونة. بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها بالدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ احمد حبيبي شغلتني عليك. ده وعيد انا مش احمد ومش حبيبي. انت تبقي مين انت؟ حبيبي انا نوال. نوال مين؟ الرقاصه؟ انت نوال الرقاصه؟ لا انت شقه 8. نوال فين؟ لازم عند عبد السلام الدمنهوري. انا اروح اطب عليهم. عبد السلام الدمنهوري. انا نوال. عبد السلام الدمنهوري. انا نوال. احمد ارجع يا احمد ارجع. ابعد عني. عبد السلامة ده منهولة. نفسي ومنى عيني كل يوم الصبح أقبل السلمة اللي شنكلتك وخلتني أقضي جنبك أجمل أيام عمري. أستاذ عبد السلام أرجوك بلاش الكلام ده. مش بإيدي يا هانم. خلاص ما بقتش قادر أكتم وأخبي بعد عذاب الحب مفضي. وبعدين يا أستاذ عبد السلام ضغط يولد الانفجار. نوال فين؟ طب اعمل قولة من رب رحيم. نوال فوق يا اخي. نوال مش فوق. نوال برا. انتوا بتعملوا ايه؟ نوال 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 الله اعلم. احمد احمد انتوا بتعملوا ايه؟ ما ما احمد فين؟ احمد خرج خرج. احمد احمد استنى يا احمد. الله. الله اعلم. هو من هنا يا استاذ. احنا وراه مسافر طويل. هنا يا هو في العماره. مش معقول. قرب يا ابني. بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه. بقى الناس دي كلها عرف الباب السر بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنه ابدا. وانا الان. يلا نشوف بيعملوا ايه. احمد. محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد. سيبوني. انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا جيران. نوال مش كده ابدا. ثم انا مش متجوز الجيران. انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي ما بقاش في جيران. بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين وبالطريقه اللي تسعدنا من غير ما حد يدخل فيها. والولايه اللي سمعنا ايه؟ ملناش دعوه بيها. وكوثر وديدي وبقيه العماره ليهم حياتهم ولينا حياتنا. نوال كنت فين يا نوال؟ حبيب قلبي تعالى. هو ده اللي فتح لي دماغي. يا استاذ اسجن هولي سايقه عليك النبي. حاسب هو ده اللي نط على سريري يا فندي. يا جماعه يا جماعه مش كده. مش كده الكلام اللي بتعملوه ده. ايه ده؟ سيبوهم. هما دلوقتي في لحظه من اجمل لحظات الحب. قطع عني الخلف يا عبد السلام. احسن نهايته. يلا يا ست جمالات. يلا تعالي. بمناسبه الخلف ايه رايك بعد الجواز استاذ عبد السلام؟ يا سلام على الناس الكمه لما تنكسف. بالمناسبه دي انا عازمك الليله دي على فيلم فرنساوي اسمه امبيانس. مكسوفين كده ليه في شعر العسل؟ احمد يا حبيبي ايه رايك لو اشتغل ممثله؟ ممثله؟ استنوا استنوا استنوا.